بس هي هقول لك حاجه، يمكن التوقعات بتختلف، في توقعات تانية مطلعانا ان احنا 150 او 150 في ناس بتقول 155، في ناس بتقول لك 157 او 159. لا بس انا لازم اشتغل على الرقم ده، على الرقم طبعا، واقول بس اقول ايه لو اقل يبقى هايل، بس اشتغل على الرقم على الرقم، وان انا حسينه بكتير. انا قلت لك في الاخر دي توقعات، انا التوقعات دي، ويمكن دي كانت مشكلتنا في مصر من زمان، كان دايما عارف كان كل دول العالم يحطوا لها توقعات، دول العالم تجيب توقعات اقل منها. كان مشكلتي في مصر في اخر 30 سنة في الملف السكاني ايه؟ دايما بكسر التوقعات، يعني هو يقول لك انت هتوصل لعدد معين في السنة دي، انا قبلها بثلاث اربع خمس سنين اكون جبت هذا العدد. اصل لازم اعمل توقعات عشان يبقى عندي مدارس بتاعتهم شكلها، ايه عندي صحة، ايه عندي طرق، ايه عندي فلوس، واشتغل على الملف السكاني اكتر عشان لما انا قلت لك الملف السكاني ان انا قلت ايه؟ ده توقع بس ده مش بنسبة 100% هيتحقق لو انا ركزت اكتر مع الملف السكاني. وضغطنا واشتغلنا اكتر، وزي ما قلت لك هي مسؤوليه كلها. يعني الاعلام عليه دور، ان الاعلام دايما يتكلم عن القضيه السكانيه، ده مهم جدا. انا قلت لك ان انت بعد 2011 الناس نسيت الملف اصلا، ونسيت خطوره الملف، ونسيت يعني ايه كلمه تنظيم اسره. قعدت في 2011 و12 و13 و14 بنفس القصه دي، لما الاعلام رجع يتكلم تاني انا خلقت حاله وعي، ومحتاجين الاعلام يضاعف الجرعه ويتكلم اكتر، لان في الاخر الاعلام هو سلاح قوي وفعال وبيوصل لكل بيت في مصر. الناس بتاخد ايه عشان التنظيم او التحديد او اتنين بياخدوا ايه؟ وسائل منع الحمل. في وسائل منع الحمل عبارة ايه وايه؟ في حاجه اسمها راس منع الحمل. ايوه. في حاجه الست ممكن تركب اللولب. ممكن تاخد حقن. في كبسولات تحت الجلد ممكن هي تركبها. الزوج نفسه ممكن يستخدم الواقي الذكري او العازل. احنا عندنا في مصر الوسائل كتير. بس هي دايما برضو الناجح ايه؟ اكتر حاجه ناجحه من خلال دراساتكم او متابعتكم، اكتر حاجه الناس بتستخدمها او واصله لها او واصله للناس؟ اللوالب استخدامها عالي جدا، الاقراص من ضمن برضو الوسائل اللي استخدمها، ابتدى الحقن تزيد سنه، يمكن عندنا مشكله في مصر ان الحقن دي جديده. الحقن؟ الحقن من الحاجات اللي ابتدت تزيد، بس انت عندك مشكله مثلا في مصر ان انت هنا تيجي تتكلم جاي لك الراجل والست فكلمهم عن تنظيم الاسره، فالراجل يقول لك انا مالي، شوف الست هي تاخد ايه. بينما مثلا ايران فيها اكبر مصنع في العالم لتصنيع الواقي الذكري، هناك الرجاله يستخدموا الواقي الذكري، لان دايما احنا بنقول ايه؟ وده تغيير الثقافه، ان انا افهم الاسره الراجل والست دي مشاركه، هو ليه لازم الست هي اللي تستخدم وسيله منع الحمل؟ ما الراجل ممكن هو اللي يستخدم الواقي الذكري، يعني بقول لك دوله زي ايران اكبر مصنع في العالم لتصنيع الواقي الذكري موجود في ايران، الرجاله هناك بيستخدموا الواقي الذكري، ممكن، فدي محتاجين تغيير ثقافه، ان الراجل المصري يكون مقتنع طبعا هو مش بس الست هو اللي ليها دور في القضيه، انا لازم اشارك، وانا مراتي ممكن لو حالتها الصحيه مثلا ما تستخدمش تستخدم الوسائل، يعني كمان الراجل عليه دور طبعا، مشاركه هي مشاركه هي، ما هو في الاخر هي راجل وست. الست ممكن تستخدم الوسيله، يعني لازم يتعاونوا مع بعض، والراجل ممكن يستخدم الوسيله. بس عندك مشكله في مصر ايه بقى دايما؟ ثقافه الاشاعات، الخرافات، الامان، المساله امنه ولا لا؟ يعني كل حاجه بتتكلم عليها دي، يعني احنا مثلا نقول ايه؟ ممكن حبوب، لانه طلع شائعات وحاجات من كام يوم كده ونرد عليها. كان احد ودي يمكن عمل بلبله، وانا حتى يمكن مريضات ليا كانوا بيبعتوا لي يسالوني ان يتقال ان هل يا ترى ان راس منع الحمل ممكن تعمل سرطان ثدي؟ نرد ونقول لا، راس منع الحمل امنه ما بتسببش سرطان، بس نقول ايه؟ الوسيله اللي تناسبك مش هي اللي هتناسب جارتك، ومش هي اللي تناسب قريبتك، لازم تروحي للدكتور. يعني مش هتشوفي جارتك اخذت ايه وتروحي واخده زيها، ليه؟ لما هتروحي للدكتور، سواء بقى الدكتور ده في مستشفى حكومي او في وحده صحيه او في عياده خاصه، هتقولي له التاريخ المرضي بتاعك، انت مريض ضغط ولا سكر ولا قلب، هتحكي له شجره عيلتك، يعني مامتك جالها سرطان مثلا، اختك جالها سرطان، لان ممكن تقولي له حاجات يقول لك لا ما ينفعش تستخدمي مثلا اقراص منع الحمل، فيبقى نرد على المعلومه دي ردا قاطعا، اقراص منع الحمل امنه ما بتسببش سرطان، بس ما ينفعش تاخديها من دماغك، هتروحي للدكتور وتحكي له التاريخ المرضي بتاعك وشجره عيلتك. واي وسائل منع الحمل امنه. امنه جدا. يعني غير الاقراص اي حاجه اخرى. امنه. يعني نقدر نقولها كده. نقولها وهنزود المعلومه. بس اللي هيحدد الدكتور ايه اللي تستخدمه؟ يعني هضرب لك مثل بسيط، لو الست مريضه ضغط عالي وضغطها مش متظبط، ما ينفعش تاخد اقراص منع الحمل. لو مريض السكر عالي وسكرها مش متظبط، ما ينفعش تاخد اقراص منع الحمل. لو الست جالها سرطان قبل كده، ما ينفعش تاخد اقراص منع الحمل. يبقى شايف الموانع كتير، بس هو لو ست لا تعاني من ضغط ولا من سكر ولا من قلب ولا جالها جلطات ولا عندها سرطان ولا اختها ولا مامتها جالها سرطان، اقراص منع الحمل امنه جدا والسنين طويله، ان شاء الله لو قعدت تاخد اقراص اكتر من 10 سنين امنه جدا. بس ناكد على ايه؟ ما تساليش جارتك
ولا صاحبتك. الدكتور المعلومه ما تاخدهاش الا من الدكتور. دكتور تروحي له بقى في وحده صحيه، تروحي له في مستشفى حكومي، تروحي له في عياده خاصه، هو الدكتور اللي بيديك. ما حدش ياخد حاجه لوحده، لازم الدكتور هو اللي يقول هاخد ايه. والمعلومه ما اروحش اخدها من الفيسبوك واخدها من جوجل، لا، هو الدكتور، لان هو طبقا لحالتك. انا هحكي له التاريخ المرضي، اقول له مريض ضغط وسكر وقلب ولا لا، هقول له مامتي وخالتي كان عندهم مشاكل ولا ما عندهمش. فدي حاجه مثلا زي الاقراص. وهنا بقى نقص الثقافه الطبيه، شايف، ينشر يعمل بلبله، يعني زي ما قلت لك ايه، انا لقيت مرضات كتير بيبعتوا لي.